بسم الله الرحمن الرحيم. رايحين ناخذ بهاي المحاضرة عن رسم الاقترانات النسبية. طبعا كلمة راشنال فانكشن جرافينج اللي هو رسم، يعني راشنال فانكشنز اللي هي الاقترانات النسبية اللي بيكون في البسط بولينوميال وفي المقام بولينوميال. تمام. طيب اول اشي هذا الدرس يعني ممكن اي واحد فيكم قبل ما ابلش يجي يحكي لي طيب الامتحان مالتيبل بيجي عليه اسئلة، يعني مش ضروري، يعني ممكن هذا الفيديو يستمر لبعدين، يعني يكون الامتحان ممكن يكون مالتيبل او اس بس، لكن باي لحظة هل هذا الامتحان هل هذا الدرس بيجي مالتيبل؟ بحكي لك عملية الرسم قبل ما ترسم انت راح تمر بكل الاشياء اللي تعلمناها عن الاف وعن المشتقة الأولى وعن المشتقة الثانية، فلذلك أنا بسألك عن هذول كلهم. بالأخير سؤال الرسم بيكون إشي بسيط، يعني لو ترجعوا بأسئلة السنوات مش بس بالتكنو بأي مكان بتلاحظوا أنه يلي هذا السؤال إذا إجى عليه 10 علامات بتكون على هذول، الرسمة بيكون عليها علامة أو علامتين. فهون يعني هذا الدرس مهم مش بس لما أن السؤال يكون السهل، برضو مهم بالمالتيبل. تمام. هسه ليش مهم بالمالتيبل؟ رايحين نراجع اشياء من الفيرست اللي هي الفيرتيكال اسيمتوت والهوريزونتال اسيمتوت، هذول تعلمناهم بالفيرست. الاكس واي انترسبت، رايحين نتذكر الاشياء اللي تعلمناهم على المشتقه الاولى. 5 اشياء كانت الكريتيكال، انكريزنج، ديكريزنج، ماكسيمم، مينيمم، والاشياء اللي على المشتقه الثانيه اللي هي الكونكيف اب والكونكيف داون والانفليكشن بوينت، هاي كل شيء تعلمناه. فلذلك احنا بهذا الدرس رايحين نثبت هاي المعلومات، مشان هيك انا حكيت انه هذا الدرس مراجعه للليكتشر 24 و25 اللي هم تطبيقات المشتقه الاولى والثانيه. تمام. يعني دي اليوم بتركزوا معي رايحين نراجع المحاضره 24 والمحاضره 25، بالإضافة أنه رايحين نراجع شغلات من الفيرس. طيب قبل ما أحكي خليني بالأول أعطي مقدمة صغيرة. أنا مثلا لو أجيت بدي أرسم، مرات بيكون في عندي خطوط تقارب، يعني مثلا هون لو كان عندي خط تقارب عمودي هون، لاحظوا أنه عمودي، هذا شايفين كيف عمودي vertical، هذا هيك نقول له vertical asymptote، خط تقارب عمودي. مثلا لو عملت هيك هذا بنقول عنه خط تقارب افقي، هوريزونتال، شو هي كلمه هوريزونتال؟ افقي، اسيمتوت فيرتيكال اسيمتوت، يعني تقارب افقي او محاذي افقي او محاذي عمودي. طب شو يعني كلمه محاذي؟ هذا المحاذي بالرسم انت لما تيجي ترسم بتظل الرسمه على امتداده، ما بتقطعه، يعني بظل محاذي له او قريب منه، مشان هيك بسموه خط تقارب اسيمتوت، ان هي كلمه الاي اسيمتوت. طبعا ممكن تكون فيرتيكال او هوريزونتال، هذا هيك شو ماشي افقي. ها خليه يجي هيك مثلا مر من هون هيك، هذا شو ماشي على سواه كمان، بس هذا شو عمودي. ففي عندي خطوط افقي والاخرى خطوط عمودي. الخط الافقي دائما بيكون بدلاله واي، يعني مثلا هاي لو انه كان هذا الرقم اللي هون 2، هذا بيكون واي يساوي 2، بقول واي يساوي 2 هوريزونتال اسيمتوت. هون مثلا لو كان هذا 1 هون بقول اكس تساوي 1 فيرتيكال اسيمتوت، خط تقارب عمودي. اوكي، اذا عرفنا شو يعني فيرتيكال اسيمتوت هوريزونتال اسيمتوت. الفيرتيكال اللي هو خط التقارب العمودي، تيجي الرسمه قريبه منه بس شو بيكون عمودي. الهوريزونتال تيجي الرسمه قريبه منه بس شو بيكون افقي. هسا بنيجي على مصطلحين قدام بس بجوز الواحد ما كانش مركز عليهم، اللي هم وين بقطع محور اكس وين بقطع محور واي. هسا لو اجينا على هاي الرسمه الحمراء، وين قطعت اكس؟ هون، هاي النقطه بسموها مقطع اكس، اكس انترسبت، كلمه انترسبت يعني مقطع، يعني وين بقطع محور اكس. هون هاي النقطه اللي هون مقطع صاد اللي واي تساوي واي انترسبت، مقطع واي، مقطع الواي، يعني وين بقطع الواي. طيب شو معادلة الاكس اكسس؟ في ناس بفكروها اكس الصفر، لا، معادلة الاكس اكسس واي صفر، يعني اي نقطة هون، هذا الواحد مثلا لو تكتب على شكل نقطة 1 و0، هو
هون اي نقطه صفر. فهون لما يقطع اكس شو بتكون معادلته؟ واي صفر. حط واي صفر تطلع لك الاكس انترسبت. هون العكس، هون صوره الاكس، هون اكس صفر، هون هون اكس صفر. يعني هاي النقطه مثلا 2، هاي 2 وصفر، هاي 3 مثلا 3 وصفر، هاي 4 وصفر. اذا شو معادله الواي اكسس؟ معادلته اكس تساوي صفر. برضه هاي بدي تتذكروها لما ناخذ الاريا، لما ناخذ الاريا والفوليوم بشابتر 6. برضه لما اسالك شو معادله الاكس اكسس، لا تقول لي اكس صفر واي صفر، لانه خط افقي اصلا. مش قلنا الافقي معادلته واي والعمودي اكس؟ فالواي اكسس شو معادلته؟ عمودي، ما هو فشو معادلته؟ اكس صفر. باختصار في عندي اربع اشياء انا كاتبهم هون، ملخصهم، مريحك منهم. بحكي لك الفيرتيكال اسمتوت، هاي معطيك رسمه توضيحيه. الخط اللي بيجي عمودي هيك وبتيجي رسمه قريب منه، هذا فيرتيكال اسمتوت، طبعا بيكون دلاله اكس، العمودي اكس. الهوريزونتال بيكون بدلاله واي، هذا الهوريزونتال. طبعا الرسمه ما بتقطعه، بتيجي قريبه منه، فبنسموه هذا محاذي افقي، هذا محاذي عمودي. نيجي على الرسمه، هاي الرسمه وين قطعت واي؟ هون. هذا بسموه واي انترسبت، مقطع واي. هون اكس انترسبت، مقطع اكس. طبعا عندما يقطع واي شو بتكون الاكس؟ صفر. عند الواي انترسبت الاكس صفر. عند الاكس انترسبت هون العكس بتكون ايش؟ هون الاكس انترسبت، هون بتكون الواي صفر. فدائما لو قلت لك اوجد واي انترسبت بتحط بدل الاكس صفر، اكس انترسبت بدل واي صفر. هسه الفيرتيكال والهوريزونتال بذكركم فيهم. الفيرتيكال بالنسبه للراشنال كنا نقول لك خذ اصفار المقام، بس قبل هيك حلل واختصر اذا في مجال. اذا كان مبسوط، اذا كان مكتوب بابسط صوره مباشره باخذ اصفار المقام. فدائما بالنسبه للفيرتيكال اسمتوت كنا ناخذ اصفار المقام، بس اذا في يعني بده يكون بابسط صوره، اذا في اختصار اختصر. الهوريزونتال كنا ناخذ الليميت عند انفينيتي وماينس انفينيتي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في داعي تاخذ هون الثنتين، واحده منهم تكفي بالنسبه للراشنال. يلا ركزوا معي بالاسئله. اول سؤال هون معطيني الاف ومعطيني اف براين والاف دبل براين، اوكي؟ بيقول لي فايند اربع اشياء: فيرتيكال اسيمتوت، هوريزونتال اسيمتوت، الواي انترسبت والاكس انترسبت. خلينا نبلش باول وحده، الفيرتيكال اسيمتوت. قلت لك مش مباشره تاخذ اصفار مقام، بالاول حلل واختصر بعدين خذ اصفار مقام. طيب هون في اختصار، باجي بحكي اف بالاكس تساوي، طلع من فوق اكس عامل مشترك بضل اكس زائد واحد، اللي تحت فرق مربعين، واحد ناقص اكس في واحد زائد اكس. في اختصار هاي راحت مع هاي. اذا صار هيك السؤال، اكس على واحد ناقص اكس. في اختصار غير هيك؟ لا. اذا الفيرتيكال السمتوت هون اللي هي سوي بالصفر تطلع اكس تساوي واحد، هاي هي الفيرتيكال اسمتوت. يعني لو بدي ارسمها بعمل خط عمودي عند الواحد مقطع بيجي عشان الرسمه تيجي محاذي له. طيب نيجي على الهوريزونتال اسمتوت. الهوريزونتال بدك تاخذ الليمت عند الانفينيتي، الليمت للاف اكس عند الانفينيتي هاي تساوي ليمت. تتذكر يا اما بتعمل لوبيتال اذا حبيت، تذكرين لوبيتال، خلينا نعمل لوبيتال يلا، او بتاخذ اكبر شفوق اكبر تحت، هيك كنا نتعلم. بس هاي الانفينيتي عوضها، مش تطلع انفينيتي على انفينيتي. اعمل لوبيتال، شو مشتقة هذا الاكس اللي هون؟ ها بدي اعمل لوبيتال، ما احنا متذكرين لوبيتال. طيب شو مشتقة الاكس الفوقاني؟ واحد. شو مشتقة الاكس التحتاني؟ سالب واحد. اذا شو ما عوضت راح يعطيك الجواب سالب واحد. اذا لاحظوا واي يساوي سالب واحد، اوعى يخربطك فيهن، اكيد راح يخربطك. بالخيارات مرات بكتب اكس واي، دائما حطها براسك. الهوريزونتال بيجي بدلاله واي، لما يقول لك اوجد هوريزونتال شوف الخيارات اللي فيها واي، لانه راح يحط لك خيار اكس يضللك. والفيرتيكال دائما دلاله اكس، اوكي؟ وهين هذول من الميد كانوا. تمام، نيجي على وين بقطع واي؟ وين راح يقطع واي؟ وين بقطع واي؟ لما تكون الاكس صفر. هون دائما هون هذا الخط جرب عوض اي نقطه بتطلع عندك الاكس فيها صفر. وعندما تكون واي صفر اكس انترسبت. فخلينا نيجي على هذا، عوض اكس صفر مثلا. هون هذا الاف، عوض الصفر، صفر زائد، يعني هون لو اجينا على اف الصفر مثلا
مين نقول فوق صفر زائد صفر صفر، واحد ناقص صفر واحد، فبطلع الجواب صفر. إذن هاي ال y intercept اللي هي ال y intercept y تساوي صفر. عند ال y صفر نيجي بنحط نقطة هيك إنه بيقطع. بدي ال x intercept. ال x intercept لما يكون ال y صفر، لما يكون هذا الاف كله صفر. شوف في شغلة بدنا ناخذها ببالنا، انه لما يكون، خلينا نقسمها هذول، هاي الاولى هاي حلها، انه حللت واختصرت واخذت اصفار المقام. الثانية هاي حلها اللي هو الليمت للانفينيتي او للماينس انفينيتي، بتفرقش بالراشنال ما بتفرق، لو اشي ثاني ممكن، يعني ممكن يطلعوا اثنين. طيب نيجي على الواي انترسبت. الواي انترسبت قلت لك هي بتعوض بدل الاكس صفر، هاي الواي انترسبت بحط بدل الاكس صفر، حطيت بدل الاكس صفر طلعت صفر، اذا هاي واي صفر. اخر واحدة رقم أربعة اللي هي الاكس انترسبت. الاكس انترسبت بتحط بدل الواي صفر. مين الواي؟ هذا كله الواي. طب هذا متى بيساوي صفر؟ لما اللي فوق صفر. بس خلينا ناخذه مع الاختصار عشان ما يطلعش عندي شيء مش معرف، يعني خلينا ناخذ هاي مثلا. مين اللي فوق؟ يعني هون بقول الاف الاكس هذا كله بيساوي صفر عندما الاف الاكس فيه بسط مقام. اذا اللي فوق صفر بيطلع جواب صفر، اذا اللي تحت صفر does not exist. يعني هون عند الواحد مثلا does not exist، هسه اللي فوق اسويه بالصفر اكس تساوي صفر. خليني اثبتها على ورقه خارجيه عشان تعرفوا. اي مقدار لو اعطيتك هذا هيك مقدار، مثلا عندي فوق اكس تربيع ناقص واحد وتحت اكس تربيع ناقص اربعة، لو قلت لك هذا الاف اكس متى بيساوي صفر، وثاني شيء لو قلت لك هذا الاف اكس متى بيكون does not exist غير موجود، تيجي بتقولي هذا بيساوي صفر لما ناخذ اصفار البسط، يعني موجب وسالب واحد. باجي بقول لك لا مش مصدقك، جرب. هنجرب واحد، واحد ناقص واحد صفر على سالب ثلاث مزبوط، والسالب واحد نفس الشيء بتعطيك صفر. فهذا متى بيساوي صفر؟ عند اصفار البسط. يعني دائما اي مقدار كسري بيساوي صفر عند اصفار البسط. عند اصفار المقام شو بيكون؟ does not exist. يعني هاي الاكس تساوي موجب وسالب اثنين بيكون عنده غير موجود. يعني مثلا عوض هون الاثنين شو بتعطيك هون؟ ثلاث على صفر، يعني غير موجوده. فدائما لما بدي الواي يساوي صفر، الواي اللي هو هذا بس ما بس تاخذ اصفار الفوقاني. بس انا هنا يعني لو اخذت هاي مثلا وبيطلع عندي الاكس اما صفر او سالب واحد، بس السالب واحد مش معرف، فمشان هيك ركزنا على الاكس تساوي صفر. تمام. نيجي على الاشياء اللي تعلمناها جديد بماده الفاينل. تعلمنا خمس اشياء لها علاقه بالمشتقة الاولى، اللي هم الكريتيكال بوينت، الانكريزنج، الديكريزنج، الماكسيمم والمينيمم. تمام. هذول الاربعه اللي هم دخل بالاشاره، هذا ما له دخل بالاشاره، هذا بس بدي اياك تساوي صفر. خلينا نبلش بهذا ونخلص منه. طيب ممكن بالسؤال يعطيك الاف براين تاخذها مباشره، وعلى الاغلب راح يعطيك اياها، يعني بالفاينل هيك بيعطوه، بيعطيك اياها وبيسالك عنها مباشره، او تيجي بتشتق هاي بتزبطها بتصير هيك. فخلينا ناخذ هذا الاف برايم. انا عندي هون الاف برايم يساوي واحد على واحد ناقص اكس الكل تربيع. طيب لو اجينا اخذنا هون اصفار البسط، ملوش اصفار هون، لا يوجد اصفار للبسط. اذكركم الكريتيكال اللي هي نقاط الحرجة كنا نساوي اللي فوق بالصفر واللي تحت بالصفر، فهون اللي فوق واحد تساوي بالصفر مستحيل، ما في أصفار فوق. أوكي نيجي نأخذ أصفار المقام. أصفار المقام هيها اللي هي واحد، هي إكس تساوي واحد. أوكي يلا نيجي هذول كلهن، هذول كلهن بدهن تعمل الإشارة. بسم الله الرحمن الرحيم، حددنا الإشارة. لا من لما نحدد الإشارة، اللي فوق واحد موجب بأثرش، وحتى هذا موجب على فكرة، هذا إشارته كله موجب، ما هو فوق واحد موجب صح، واللي تحت تربيع موجب، هم ما بتغلب حالك. في ناس بصير يعوض أرقام وبيضيع وقت وكذا، يعني على فكرة بلومش عليهم لأني بشوف كثير يعني معلمين وبعض الدكاترة بيعملوا نفس الشيء، بصير يعوض أرقام. الصح إنه الإشي الموجب خلاص موجب، هذا الواحد شو موجب، انسى تربيع موجب خلاص، هذا كله موجب، هذا كله موجب. انا بحب بعد ما اخلص اعين الدومين،
فالدومين بحب احطه ببالي، بحط دائما عينك على الدومين، دائما عينك على الدومين. يعني بهذا الاسئله هذول اللي على المشتقه الاولى واللي على المشتقه الثانيه دائما عينك على المجال. حتى هون كمان هون عينك على المجال، يعني حتى لو ما كان مطلوب طلعه. بس بتشوفوا شو قصدي، لانه اذا شيء مش معرف بنفعش، يعني ما بزبطش يكون كريتيكال مثلا، بزبطش يكون يعني هسه ممكن واحد ياخذ هذا الواحد يقول هيو كريتيكال. طيب خلينا نشوف المجال، يلا يابا تعال. هذا الاف شو مجاله؟ كل الار بعد اصفار المقام الواحد وسالب واحد، اذا هذا المجال مع انه هو مش طالبه بس بطلع له اياه غصب عنه. هذا كسري، متذكرين الكسري؟ احنا في عندي اما جذر تربيعي او لوغاريتم مش موجودات او اصفار مقام. هون شو اصفار مقام؟ موجب سالب واحد. طيب هذا مجاله كل الار ما عدا الموجب وسالب واحد. اوكي طيب خلينا اذا عند البحث الاشارة المفروض السالب واحد والموجب واحد نحط عند الدوائر مفتوحة ونهتم بيهم هذولا، مع انه كله موجب بس لازم تعينهم، يعني لازم نعين المجال بعد ما نخلص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يا الله، قلنا يا الله. نبلش اول واحدة الكريتيكال. الكريتيكال شو طلع عندي؟ البسط ملوش اصفار، المقام واحد والواحد مش بالدومين، الدومين كل شيء ما عدا الواحد سالب واحد. اذا في كريتيكال؟ لا نان. دائما قبل ما تجاوب عينك على المجال. يلا نجي على الثانيه. الماكسيمم وينها؟ الانكريزنج والديكريزنج كله انكريزنج، انا شايفه يعني هذا كامل كله متزايد، هذا يكون متزايد وهذا متزايد وهذا متزايد. طب نقول انكريزنج على المجال كامل، انكريزنج انكريزنج على المجال كامل، يعني من سالب انفينيتي لسالب واحد، ومن سالب واحد لواحد، ومن واحد لانفينيتي. ممكن واحد يقول لي طب بصير اعمل كل الار ما عدا موجب سالب واحد، بقول لك صح نفس الشيء، هاي او هاي بتكتب كله انكريزنج. طيب ديكريزنج بنروح هون، في شيء سالب؟ لا نن. طيب في عندك كريتيكال؟ لا. في داعي تدور على الماكسيمم مينيمم؟ لا. اذا الماكسيمم نن والمينيمم كمان نن. ليش؟ لانه هذول شو بيكونين اصلا؟ بيكون كريتيكال دائما اذا ما في نقاط حرجه، ما في لا عظمى ولا صغرى، تغلبش حالك فيهم على الكريتيكال. في فيش كريتيكال خلاص ما في، لان لازم هذول التنتين يكونون كريتيكال. يلا نروح على المشتقه الثانيه. طبعا الزلمه محترم ومريحنا وحاط لنا اياها، هيا هيا بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المشتقه الثانيه. في عندي فوق 2 وعندي تحت 1 ناقص اكس الكل تكعيب. حلو. طيب الكونكيف اب والكونكيف داون والانفلكشن كل هذول بدهن اشاره، ترى هاي الوحيده الحقيره اللي بدهاش اشاره، هاي بس بدي اياك تسويها بالصفر، ما لهاش دخل بالاشاره، ما هذول كلهن لهن علاقه بالاشاره، يعني هذول ما جاوبتن الا بعد ما بحثت الاشاره. اشاره مين؟ اشاره المشتقه الاولى. هسه بدي اشاره المشتقه الثانيه. روح يا معلم. وهاي المشتقه الثانيه. يلا بدنا نشوف نبحث الإشارة. اللي فوق شو؟ موجب. احنا قلنا الموجب ما بدخل ببحث الإشارة. نيجي على اللي تحت، هذا ما ليش دخل بالإشارة، هذا التكعيب بنبحثه بس ببحث اللي جواته، يعني اللي جواته موجب اضربه 3 مرات موجب، السالب سالب. فلما ببحث اللي جواته اللي هي 1 ناقص X سويها بالصفر شو بتعطيك؟ 1. بعدين بنشوف إشارة الX، يعني هاي موجب ما لهاش دخل بالحسبة، والتكعيب تبحث الجواز، فكأنك بس بتبحث هاي هون، هاي سويتها بالصفر اعطتني 1، الاكس شو اشارته؟ سالب، فهون مثله وهون عكسه. حلو، يلا خلينا نبلش بالاجابات. لا عينك على المجال، عينك على المجال، يعني هاي قبل ما تجاوب حدد المجال، حدده تريح راسك، يعني ما بتخربط، ما بروح عليك سؤال كامل. هون شو المجال؟ هيو مسكين، بس بدك تشيل الواحد وسالب واحد. هاي الواحد خلينا نشيله، وهاي السالب واحد، حط عليهم دوائر مفتوحة خلاص. هيك مخي بفتحه بصير بطل يسكر، بصير اعرف افكر.
يلا من نحط السهم. شو معنى المشتق الثاني اللي هو التقعر؟ هاي مقعر للأعلى وهاي مقعر للأعلى وهاي مقعر للأسفل. يلا روح طالب ثلاث شغلات، طالب الأب وداون والإنفلكشن. هم نقول له كم كيف أب هيو من، في ناس بيقول من سالب إنفينيتي لواحد، لا افصل افصل اه التزم بالمجال، لا تقول تتبل تلاقي خيار من سالب إنفينيتي لواحد بحط لك عليه غلط، تلاقي خيار ثاني هيك، التزم بالمجال. هذول كلهن تعات المشتقة الأولى وكل تعات المشتقة الثانية، هذول عينك على المجال، هذول الثنتين عينك على المجال. هاي وهاي الأولى حل زي ما بدك مش مشكلة، ما الثانية والثالثة هذول عينك على المجال. تمام. هون بنيجي الكم كيف أب، يلا هيو هذا كله موجب من سالب إنفينيتي لسالب واحد ومن سالب واحد لواحد. اوكي بنروح على الكونكيف داون. كونكيف داون تعال هيو من واحد لانفينيتي، حلو كثير. نيجي على الانفليكشن. الانفليكشن عارفينها الانفليكشن صح؟ الانفليكشن بده يكون التقعر بيختلف عندها. هون نفس الشيء التقعر، كان اب وبعده اب، هون كان اب وصار داون، هون اختلف التقاعر. اذا مين الانفليكشن بوينت؟ وقف عينك على المجال. الواحد هذا بالمجال، وين المجال؟ لا يا عمي هذا الواحد مش معرف، معناته هاي مش انفليكشن. في غيرها تغير عندها؟ لا، لازم شرطين. اول شغله يتغير التقاعر عندها وتكون وين؟ بالمجال. هذا المجال كل شيء ما عدا الواحد وسالب واحد، هاي مش معرفه، اذا اقبعها. اذا هون شو بكون عندي؟ بكون نن. هذا المثال تحتيه معطيك اف واف ابراهيم، فنحلو حلو نفس الاسئله اللي هون على هذا المثال. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما حكيناش عن الرسم، هسه راح نجيب سيرته بعد هذا المثال. هون راح احب اشتق واذكركم كيف كنا نشتق. معطيك هون اف الاكس يساوي اكس تربيع على اكس ناقص واحد، وبقول لك طلع لي الفيرتيكال والهوريزونتال والواي والاكس، هذول كلهم منين بطلعهم؟ من الاف. تعال حلل اختصر، خذ اصفار مقام. في هون اختصار؟ لا في تغلبش حال، ما في اختصار صح؟ مباشر شو اصفار مقام واحد. اذا بقول له الفيرتيكال اسمتوت اللي هو اكس تساوي واحد، تنسوش انه الفيرتيكال اكس بيكون. طيب اعطيني الهوريزونتال. الهوريزونتال اسمتوت بدنا ناخذ الليمت للانفينيتي، طبعا لاحظين اللي فوق اكبر صح؟ الليمت للاف الاكس عند الانفينيتي. خلينا نعمل لوبيتال. يلا مو ليش انه عند انفينيتي فوق انفينيتي تحت انفينيتي. شو مشتقت اللي فوق؟ 2x. شو مشتقت اللي تحت؟ 1. عوض لي الانفينيتي يابا، شو الجواب؟ انفينيتي. اذا ما فيش، هذا مش عدد، انفينيتي مش عدد. ولو اخذنا سالب انفينيتي نفس الشيء. اذا الهوريزونتال نن، شو يعني نن؟ يعني هذا ما في له هوريزونتال اسمتوت. الفيرتيكال اصفار المقام، الهوريزونتال ليمت للانفينيتي بتعرفوا بجوز انه اذا كان درجه اللي فوق اكبر ما في، بيكون انفينيتي الجواب، فما بيكون في فيرتيكال. الفيرتيكال لازم يطلع رقم هون، ما بصير يطلع موجب او سالب انفينيتي. خذناه بالمد وراح يجي بالفاينل، هذول الاثنين راح يجين. طيب نيجي على الواي انترسبت. شو الواي انترسبت؟ بدك تعوض الصفر. خلينا نعوض الصفر، هاي في الصفر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نعوض فوق صفر تربيع صفر. طيب صفر ناقص واحد سالب واحد، شو الجواب طلع عندك يابا؟ صفر. اذا الواي انترسبت اللي هي صفر، حط عند الواي صفر. تمام. بس هو مش تعملوا خط، يعني قصدي نقطة، يعني نقطة صفر وصفر، بس هي بتزبط واي فيرتيكال هوريزونتال. هسا نيجي على الاكس انترسبت. الاكس انترسبت بدي يعني هون هون بعوض مكان الاكس صفر، وهون بعوض محل الواي صفر. خليني اذكركم فيها. هون شو قلنا؟ قلنا لما يطلب الواي انترسبت بحط بدل الاكس صفر، ولما يطلب الاكس انترسبت بحط بدل الواي صفر. تمام. فهون اجيت حطيت بدل الاكس صفر، رحت عوضت بدل الاكس صفر، طلعت هون يعني طلعت صفر. اذا هاي صفر اللي هي ايش؟ الواي انترسبت. نيجي على الاكس انترسبت، بدي واي صفر، شرحتها قبل شوي، قلت لكم بناخذ بس اللي فوق، يعني هذا الاكس تربيع تساوي بالصفر تعطيك اكس صفر. هون هاي تعطيك اكس صفر. اذا بنقول له الاكس انترسبت اللي هي اكس تساوي صفر. تمام هذول خلص.
هذو خلص ناقشتك فيهم بالمجال، جبت سيرة المجال، هون مش هون عينك مش على المجال، هون هون عينك على المجال. هذول كريتيكال كريزينج كريزينج، هذول كلهم على المشتقة الأولى وهذول على المشتقة الثانية. يعني هذا الأولاني مش مهم، أما الثاني اكتبها بالأحمر في نظركم تذكرينها، هون عينك على المجال. قبل ما تجاوب أي واحدة من هذول لك المجال، حتى لو مش طالع طلعه. هذول تعال المشتقة الثانية، هذول كلهم اللي دخل بالمشتقة الأولى، هذول اللي دخل بالمشتقة الثانية، هذول كلهم برضو عينك على المجال، تمام؟ أما هذول الأولانيات ما يعني لو ما طلب المجال ما لحظة عادي، يعني مثلا أي الواحد مش معرف طلع جوابه هون، فهون عادي اللي فوق هون هون عينك شو بقول شو بحكوا هم، عينك على خويك، عينك على خويك حبيبك ما يدوم شايف. يعني حتى مرته الواحد بجوز يطلقها وتروح، اما اخوه واخته هذا ما بقدرش يتخلى عنهم. عينك على خويك حبيبك ما يدوم، او حتى مرتك برضه ما بتدومش، بجوز تختلف انت وياها تروح عند اهلها، اما اخوك تقدر تتبرى منه. اول واحد مش مهم فيه، عينك على خويك الاول عادي، اما الثاني والثالث عينك على المجال. خلينا نجي هون معطيني، لا مرات ببخل علينا، هو بالعادة ترى بيعطي الأف وبيعطي المشتقة الأولى وبيعطي الثانية، بس مرات ببخل يعني بده يغلبني. طيب بديش جميلتك، أنا بقدر أشتق هذا، كيف بقدر نشتقه؟ على القسمة عادي بقدر أشتقه، بس بدي أرتبه. يلا هاي أف برايم إكس، يلا نجي كيف كنا نشتق. هاي المقام اللي هو إكس ناقص واحد، في مشتقة البسط 2x ناقص البسط في مشتقة المقام 1 على المقام تربيع. هسه بدي ارتبه. طيب نوزع 2x تربيع وهي ناقص x تربيع، ظلت هون x تربيع. طيب وناقص شو هاي؟ ناقص 2x. حلو تمام، اشتقينا المقام في مشتقة البسط ناقص البسط على المقام تربيع. طبعا هاي لما فكفكتها طلعت 2 اكس تربيع نقصت اكس تربيع ظل اكس تربيع، وهي سالب 2 اكس، واللي تحت اكس ناقص واحد الكل تربيع. يلا يا رب هسه شو بدي اخذ؟ بدي اخذ الكريتيكال، بتاخذ اصفار البسط واصفار المقام. شو اصفار البسط؟ هاي اكس تربيع ناقص 2 اكس بتسويها بالصفر، طبعا طلع الاكس عامل مشترك بيعطيك الاكس صفر واثنين. طيب نيجي على المقام x ناقص 1 الكل تربيع بيطلع x تساوي 1. اذا اول اشي الكريتيكال، اكتبها بلون ثاني الكريتيكال، ها هي x تساوي 0 و x تساوي 2 و x تساوي لا يابا لا لا لا، عينك على المجال. شو المجال هون؟ وينه هذا؟ فيش فيه لا جذر تربيعي ولا فيه لوغاريتم، شو فيه؟ مقام. اذا اول شيء خلينا نطلع الدومين، هاي الدومين دومين الاف، حتى لو انه مش طالبه بطلع كل الار ما عدا الواحد اللي هو اصفار المقام. اذا هذا الواحد هل هو كريتيكال؟ لا. ليش؟ لانه مش معرف اصفار مقام. فدائما قبل ما تجاوب اي سؤال من هذول عينك على المجال. شو المجال؟ اذا مش طالبه بطلعه بحطه على جنب. فهون بس والله بتضيع بالامتحان، بالامتحان بتلاقي حاط لك 0 2 1 تحط عليه دائره بيروح عليك السؤال كله. عينك على المجال دائما، بعد ما تطلع تاخذ مثلا تشتق تاخذ اصفار البسط اصفار مقام ترجع لمين؟ ترجع للمجال. المجال شو؟ كل شيء بعد الواحد بشيل هذا الواحد، شو بضل عندي؟ صفر واثنين. هذا هو الكريتيكال. تعال يلا هسه خلينا نبحث الاشاره، احنا كلياتنا مساكين ونعرف نبحث الاشاره. هاي اشاره الاف برايم. طيب في شيء موجب؟ هذا التربيع اللي تحت موجب، انساه. في ناس بحب يغلب حاله بيدخله هون وبيصير يقسم وبيصير يعوض وبيصير، لا لا انا قلت لكم لما اخذنا الدرس وعدته مرتين يعني 24 و25 قلت لكم التربيع هذا مسكين ما بأثر على الاشاره اقلعه. نيجي على هذا سوي بالصفر بيعطيك سالب صفر واثنين، هاي الصفر وهي اثنين. يلا شو شرط الاكس تربيع؟ موجب. فهون بيكون مثله، هاي مثله اللي هو موجب يعني مثل الاكس تربيع دائما الكبير، هون عكسه
هون مثله. خلاص بدك مني شيء؟ سلامتك. لا بدي منك، شو بدك مني؟ بدي تعيني المجال بس قبل ما تروح. هون شو المجال؟ R مع عدد الواحد، وين الواحد؟ هيو عند الواحد بتحط دائرة مفتوحة. خلاص هذا هو المجال. طيب هسه بنشوف هون متزايد وهون متناقص وهون متناقص وهون متزايد. تعال تعال يا حبيبي، بدي تطلع لي الانكريزنج. طيب بطلع لك اياه. شو يعني؟ هاي هذا موجب من سالب انفينيتي للصفر. متحير مغلق ولا مفتوح؟ لا هو بس الواحد اللي لان هذا مغلق بده يكون. طيب شو في كمان؟ هذا كله سالب. هون الاثنين ما النهايه، اثنين داخله داخله. شو المشكله؟ يا بحطوا اتحاد يا بحطوا فاصله، عادي نفس الشيء، يا اتحاد يا فاصله. هسه دحين الرياضيات الجداد بحطوا فواصل ترى. بس عادي القدام، انتوا اللي عندكم ميتين صار لهم 30 سنه. من اثنين لما لا نهايه. نيجي على الديكريزنج. طيب الديكريزنج بيجي واحد شاطر بيقول من صفر لاثنين، باخذ صفر وبضل مروح. وكثير صارت على فكره، وكثير كثير شفت اوراق بتتصلح بهي الطريقه، بيهتموا بالمجال. حتى لو كان السي السؤال، جيت قلت له من صفر لاثنين بيقول لك روح يابا غلط. لازم تقول له من صفر لاثنين مع عدد واحد، او بتقول له من صفر مغلق الى الاثنين مفتوح. ومن غربطنا، صفر مغلق للواحد مفتوح، ومن واحد مفتوح الى الاثنين مغلق. هاي واحد طبعا هاي نظبطها هسه بظبطها شو يعني. طيب شوف علي، احنا شو قلنا هون؟ عينك على مين؟ عينك على المجال. بس لما يجي يطلب الماكسيمم والمينيمم عينك وين بتروح؟ عينك على الكريتيكال. الماكسيمم والمينيمم هذول، الله يعين عينك عشان بدك تلحق. الماكسيمم والمينيمم هذول عينك على الكريتيكال. شو بتقول؟ ما قلت لك قبل شويه لما جينا هون رحنا ما لقيناش كريتيكال صح؟ يعني هذا السؤال مثلا كريتيكال نن، فمباشر قلت لك ماكسيمم نن مينيمم نن، لان هذول الثنتين لازم يكونين كريتيكال. فعينك دائما يعني هذول اذا ما في كريتيكال خلاص. فانا هسه وين عيني بدها تروح؟ عين على الكريتيكال. مين الكريتيكال؟ الصفر اثنين. يلا وين الصفر؟ هيو لو فوق جاي ماكسيمم. اذا الماكسيمم صفر، ماكسيمم اللي هو يعني اف الصفر مثلا، والمينيمم يا بتقول ات اكس تساوي صفر او بتقول لي اف الصفر. بس انا هون حاب اقول اف الصفر لان كمان شوي راح نرسم، فعوضه مثلا صفر يعني يطلع. نيجي على المينيمم، هيا شايفين كيف تحت جاي؟ هاي وين؟ فوق قمه، هاي وادي تحت مينيمم. اف الاثنين خلينا نطلعها، اربعه اربعه. حلو حلو. يعني شوف لو بصير يقول لك ات، لو قال لك ات بتقول له ماكسيمم ات صفر، مينيمم ات اثنين، يلا باي. لو قال لك از شو هي الماكسيمم؟ بتقول له اف الصفر اللي هي صفر. اللي هون يعني خصوصا هون لو قال لك ات شو بتقول له؟ اثنين. لو قال لك از شو بتقول له؟ اربعه. عندي الرسم لا اعوضها، احنا كمان شوي رح نرسم، بس انا اول شيء بعطيكم الشغلات المهمه، كمان شوي بدي اصير ارسم، يعني هذا السؤال مثلا ارسم بدي اقول لك سكتش. عندي الرسم بدك تعينها فعوضها بالمره، ما اللي عليك عليك. طيب نيجي على مين؟ نيجي على الكونكيف اب داون ريفلكشن كذا. هذول كلياتين على المشتقه الثانيه، هات لي المشتقه الاولى. ول عليها ما ازنخها. انا ترى على فكره شوفوا لما اشوف، او قلت لكم يا هذا وقت الاشتقاق، قلت لكم لما اشوف هذا اللي تحت ما عليه اي قوه، كله اس واحد بعمل قسمه. بس لما الاقي مثلا حتى لو جذر اس نص ولا اس اثنين، قلت لك انا بحب اطلعه فوق. خلينا اطلعه. بيجي واحد بيقول لي لا بديش، بتكشف تحور، بس بدك تختصر، حصير في اختصار يعني، حصير في شيء مكرر فوق وتحت. انا خليني اشتغل زي ما بدي، وهسه ان شاء الله راح ننبسط يعني على الشغل. خلي هاي انا شو بدي اعمل هون على المشتقه الثانيه هذول؟ فخليني اخذ هاي المشتقه الاولى، بس بدي ارفع هذا لفوق. ليش؟ لانه عليه قوه، انا بحب اذا عليه قوه ارفع لفوق، وراح تشوفوا كيف ترتيبه راح يصير اسهل. هاي اكس تربيع ناقص 2x، وهذا بدي ارفعه فوق، بده يصير اكس ناقص 1 اس سالب 2، لانه كان اس 2 رفعناه. بدي اعمل ضرب. انا بحب الضرب. ليش؟ لانه بشوفه للترتيب اسهل. طبعا انا مريت بمراحلكم كلها، كنت اعمل قسمه وابسط واسوي ويطول السؤال كذا، بس مع الخبره لاحظت انه هاي اسهل للترتيب. هسه انتم راح تلاحظوا هذا الشيء، خلينا نشوف. اذا ما عجبتك اعمل قسمه، بس انا بفضل وحكيت لكم اياه بوقت المحاضره هذيك، انه اذا اللي تحت عليه اي قوه لا ارفعه واعمل ضرب احلى. احلى ليش؟ احلى للترتيب،
عشان ارتبه هيك ويصير زي زياره. يعني هذا هو على فكره بهذا الدرس عاده بيعطوك اياه مرتبات بس عليك تشتغل. بس افرض انجنوا واعطوني اياه زي هيك بدي ادبر حالي، فبدي اشتق مشتقه ثاني. شو يعني؟ تعني اللي يرموك والله بيجيبوا لك مثلا اكس ضرب جذر واشتقوا مرتين. شوف المره الاولى ارجع المره الثانيه جربوا. في بس 6 سنوات شفت سؤال زي هيك، راح احط لكم اياه مع الامتحان بكره. طيب خلينا نعمل ضرب. يلا هاي المشتقه الثانيه، هاي الاول في هاي الاول ضرب هي في مشتقه الثانيه. شو مشتقه الثانيه؟ بجيب السالب 2 لهون، اكس ناقص 1 السالب 3، هيك اشتقنا. زائد الثاني في مشتقه الاول اللي هي 2 اكس ناقص 2. طيب شو استفدنا منك يا عبد اللطيف؟ شو استفدنا منك؟ ما هي بعدها مخربطه. اصبر علي شوي، اصبر. هسه الاس السالب نزله لتحت، هذا الاكس ناقص 1 نزله لتحت، بصير اكس ناقص 1 تكعيب، صح؟ هذا بوريك اياه، هذا شايفينه؟ هذا مش رفعته؟ خلص بدي انزله هسه عشان بدي ارتب هسه عمليه الترتيب. نزلته، مين ضل عندك فوق؟ اقلعه. ضلت فوق سالب 2، بدي اضربها هون بدي اضربها هون. يلا سالب 2 في اكس تربيع بصير سالب 2 اكس تربيع. طيب وسالب 2 في سالب 2 اكس زائد 4 اكس، تمام. نيجي على الثاني، هذا اس سالب 2 بدي انزله. هاي اكس ناقص 1 اس 2، هاي نزلتها شايفينها؟ نيجي على الفوقانيه اللي هي 2 اكس ناقص 2. خلص خليها فوق. هسه شوفوا علي، هذا اس 3 وهذا اس 2، اضربوا بوحده بصير زي بعض، مش دائما عند جمع الكسور لازم يكون نفس المقام، فهي الحركه يعني دائما بتتكرر بالامثله من هذا النوع، لما نيجي نرتب بتكون بحاجة واحدة. مثلا اكس تربيع بدي اضربها فوق وتحت باكس ناقص 1، مش لما تضرب اكس ناقص 1 تحت بتجمع الاسس هون. فشو بصير عندك؟ يعني خلينا ناخذ الاولانية اتركها زي ما هي، زائد 4 اكس، وهون اكس ناقص 1 لكل تكعيب. نيجي على الثانية، هون عند الضرب نجمع الاسس، هذا اس 1 بصير اس 3، وحدنا المقام. طيب اللي فوق بدي اضرب هذول ببعض، يلا خلينا نضرب هنا 2 اكس في اكس 2 اكس تربيع. طيب سالب 2 اكس هاي بهاي سالب 2 اكس، وسالب 2 اكس هاي سالب 4 اكس، وهاي 2. حلو. هسه شو ضل عندي؟ ضل عندي المقامات موحدة، نجمع البسط مع البسط، فهون تساوي. يلا نجمع البسط مع البسط، هاي ما هاي بتروح لأن واحدة بيهن موجب وواحدة سالب بروح. اي وهي ما هاي بتروح. يا الله ما احنا مفكرهم بالسهل بيجيبوا لنا اياه مرتب. يعني هذا لما تلاقيه زي هيك لما يجيب لك اياه بالامتحان، هذا على فكره كلنا اسئله سنوات، هذا سنوات وهذا سنوات، على فكره كله هذا اللي بعطيك فيها سنوات. هذا بتفكروا لما يجيب لك اياه بالامتحان، ترى هيك هم بيجيبوه اف برنامج. تفكر لما يجيبوا زي هيك بالراحه بيموتوا ويطلع لك اياه، بس بالاخير بيجيب لك اياه هيك بالامتحان ويلا حل. بس افرض انجن وجته الحاله وبده اياك تشتق، بدك تدبر حالك، حل لك سؤال اقل ما فيها، بس هذا بكفي. فشايفين كيف راحن هذول؟ شو محلاها صار بس 2 فوق. يعني حتى فيش داعي ارسم الرسمه هون، هون بدي احطها. لانه هاي سالب مع موجب وهذا موجب، بس راح. شو ضل عندك فوق؟ 2 على اكس ناقص 1 تكعيب. يا الله محلاها. هذا كله بتمسحه ما فيش داعي، شو بنصغرها. يا طيب هسه بدنا نبحث إشارة المشتقة الثانية، قولوا يا الله. هاي المشتقة الثانية، طيب في شيء موجب؟ هذا اللي فوق موجب. اللي تحت تكعيب، شوف هاي الاثنين بتنسى مطعم، والتكعيب تبحث اللي جواته وسوي بالجوا صفر، واحد بيعطيك، هاي واحد. شو إشارة الإكس موجب؟ على اليمين مثله، وعلى اليسار عكسه. طيب بدك مني شيء؟ بدي، شو بدك؟ مش قلت لي عينك على المجال؟ طيب قبل ما تجاوب هذول الثلاث حدد لي المجال هون. يلا شو المجال؟ وينه؟ هيو كل شيء ما عدا الواحد. يلا هات الواحد، هذا الواحد اعمله مفتوح، بس هيك خلص سهله. يلا هون شو عندي؟ كونكيف اب، وهون كله كونكيف داون. يلا روح اعطيني شو طالب مني؟ الكونكيف اب. طيب هاي كونكيف اب، كونكيف اب هيو من واحد لما لا نهايه. طيب الكونكيف داون هيها من سالب انفينيتي للواحد. طيب بدل الانفليكشن، انفليكشن
بوينت. وين غير هون كان للأسفل وهون صار للأعلى. إذا مين الفليكشن بوينت؟ لا عينك على المجال. الواحد بالمجال لا. إذا في فليكشن لا. الفليكشن لازم تكون معرفة. الكريتيكال لازم تكون معرفة. الماكسيموم والمينيمم الكريتيكال لازم يكون معرف. الانكريزنج والديكريزنج لما يكون معرف بعمل مغلق، لما يكون مش معرف بعمل مفتوح. فشغلة الدومين دائما عينك على الدومين دائما بالشغلات المشتقة الأولى وشغلات المشتقة الثانية عينك على المجال. فهون شو بدي أقول له؟ بدي أقول له نن. وأنا متأكد بكل امتحان في طلاب بيقعوا فيها. قبل ما تغلق يضلك تذكر كلمتي هذولا. تعات الأف عينك على خويك، تعات المشتقة الأولى عينك على المجال، وتعات المشتقة الثانية عينك على المجال. هذول تعات المشتقة الأولى والثانية أهم إشي عينك على المجال. قبل ما تجاوب أي واحدة من هذول لك على المجال. طيب خلينا نشوف هذا السؤال. على فكرة مش مطولين، ضايل سؤالين بس. خلينا نثبت هذول. هذا السؤال هو على فكرة أنا اللي عمقته، هو ما بيجي زي هيك. قلت لك السؤال هذا طبعا سنوات بيجي، يعني لو عليه 10 علامات بيجي 10 علامات على هذول المعلومات، مثلا 8 علامات وبيجي علامتين بس على الرسم. بس خلينا نتعلم الرسم. يلا شو بقول لك هون؟ بقول لك كيف نرسم الراشنال فانكشن. بقول لك أول شيء عين لي الفيرتيكال والهوريزونتال والانترسبت والماكسيموم والمينيمم والفكشن، وخلي ظل شيء ويلا عين كلهن. بعد ما تعينهن وصل بينهن تطلع الرسمة، خلص بتصير نرسم يسار يمين. يلا عينك شو يعني؟ طيب خلينا نشوف هذول. خلينا نثبت لكم اياهم هون ونصير نجاوب تحت. راح نجاوب معلومات الاف ومعلومات الاف براين ومعلومات الاف دبل براين. يلا قول يلا هاي نبلش. اول اشي بدي معلومات الاف. هاي معلومات الاف خلينا نحطها جنب عشان تعرف شو قاعد بعمل انا. هاي معلومات الاف. الاف هذا شو بقدر اطلع منه؟ وبالامتحان مش راح يطلبين كلهم، بيطلب واحده بس. انا بعطيك اياهم كلهم خلاص بنخلص. طيب الاف شو بده؟ الفيرتيكال اسيمتوت. شو الفيرتيكال اسيمتوت؟ اصفار المقام. هاي المقام. شو اصفار المقام؟ موجب سالب 2. يلا هاي اكس تساوي 2 وهاي اكس تساوي سالب. بدك مني شيء ثاني؟ سلامتك. في اختصار؟ لا ما في. لو في كان اختصرنا، لازم نختصر قبل ما ناخذ، بس هون ما فيش اختصار مباشر اصفار المقام. نيجي على الهوريزونتال اسيمتوت. شو بدك يا كبير؟ بدي الليمت للانفينيتي. شو عندك فوق؟ اكس تربيع. هون سالب اكس تربيع. تتذكر لما يكون نفس القوه بتاخذ المعاملات، واحد على سالب واحد سالب واحد، او اعمل لوبيتال سوي اللي بدك اياه. بس تذكر انه الفيرتيكال اكس بس الهوريزونتال مين؟ الهوريزونتال واي. روح يا معلم. هسه نيجي على الواي انترسبت. الواي انترسبت شو بدها تكون؟ اكس صفر. عوض اكس صفر، صفر على 4 0. الواي انترسبت صفر. طيب نيجي على الاكس انترسبت. الاكس انترسبت طبعا لو بدك تاخذها كنقطه يعني صفر وصفر، فهي على فكره الصفر بالذات بيكون فيرتك بيكون انتر بيكون يعني مقطع على اكس ومقطع على واي بنفس الوقت. هون الواي انترسبت يعني بدك تطلع واي صفر. لما تيجي تعوض النقطه يعني عفوا الاكس الواي صفر تطلع الاكس صفر طبعا. وهون الاكس انترسبت نفس الشيء، اكس تربيع سوي بالصفر بتعطيك صفر. هي نفسها صفر وصفر بس يعني بدك الاكس انترسبت اكس صفر. هذو كلهن احتجت فيني مجال؟ لا هذو كلهن عينك على خويك هذول. تمام. طيب خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني او عفوا الاشياء الثانيه بدون ما يطلبها، بس انا بدي اطلعهن عشان ارسم. هاي الثاني عندي هنا الاف براين، شايفينه؟ هاتوا. وهو على فكره بيعطوهن يعني من الاخر، بقول لكم بالسنوات بيعطوهن، بس انا هذا ليش اشتقيته؟ قلت بلكن جنوا ما اعطوهوش، فجيت اشتقيت لكم يا مره مرتين. اتدرب لك على سؤال هيك من يعني مش غلط. اما هم بالعاده بيعطوهن يعني مش لهالدرجه متهورين يعني تفكروش. طيب نيجي على شو هون؟ اف براين الاكس. معطيني اياه ومريحني، بقول لي وين؟ بقول لي هي 8 اكس على 4 ناقص اكس تربيع. الكل تربيع. تمام. تعال. شو بدي انا؟ بدي اخذ اصفار البسط واصفار المقام. طيب ناخذ اصفار البسط. هاي 8 اكس ساويها بالصفر، واصفار المقام 4 ناقص اكس تربيع. الكل تربيع ساويها بالصفر.
هون قسم هون وهون على 8 هاي على 8 على 8 بتطلع الاكس 0. هون خذ جذر بروح التربيع بتطلع عندك الاكس موجب سالب 2. اذا الكريتيكال كريتيكال عندك اكس تساوي 0 وفي عندك 2 وفي سالب 2 صح ولا غلط؟ نسيت عينك على المجال. هون عينك رحت طلعت اخويه عينك على المجال هون. شو المجال؟ نطلع هاي المجال فيش لا جذر ولا لوغاريتم بس اصفار المقام موجب سالب 2. هذا المجال ار ما عدا 2 وسالب 2. طيب اذا الكريتيكال الصفر اوكي الاثنين والسالب 2 لا حطيتهم غلط كان دروا علي السؤال كله. هذا هذول خلينا نمسحهم بس الصفر كريتيكال فقط الصفر. طيب نيجي على الاشاره هذول البقيات بدهم اشاره. خلينا نحط اشاره الاف براين ونشوف شو وضعه. يلا لما تبحث إشارة الأف براين يا كبير إذا في إشي موجب بدك تطنشه. هذا 4 ناقص إكس مش كله تربيع فهذا كله تحتاني موجب طنشه ولا كأنه موجب. مش أنا شايفه أنا مش شايفه شو أنا شايف 8 إكس 8 إكس سهلة سويها بالصفر تعطيك صفر. هاي 8 إكس سويها بالصفر بتعطيك إيش صفر. والثمانية هذا موجب على اليمين مثله وعلى اليسار عكسه وخلص. هاي إشارة المشتقة الأولى. بدك مني شيء؟ قلت لي عينك على المجال بعين المجال. شو المجال؟ قيم الاثنين والسالب اثنين. هاي الاثنين بحط عندها دائرة مفتوحة بنسهاش وهاي السالب اثنين بحط عندها دائرة كمان مفتوحة. يلا روح يا معلم. هاي متناقص متناقص متزايد متزايد حلو. يلا أموري تمام. أنا كم شغلة بدي؟ طب الكريتيكال ملوش دخل بالرسمة بس حبيت أعطيكم إياها فائدة. أنا الرسمة بدها increasing decreasing maximum ومينيموم هذول بدهن إياهم الرسمة بس. تعالي يا رسمة increasing وينه؟ هيو من صفر لاثنين. لاحظوا الصفر مغلق والاثنين شو؟ مفتوح لأنه مش معرف. ومن اثنين لانفينيتي برضه مفتوحة تمام. نيجي على الديكريزنج بتبلش من هون من ماينس انفينيتي لسالب 2 مفتوحه طبعا ومن سالب 2 لوين الصفر ومنسكره. طيب ماكسيمم عينك وين؟ عينك وين؟ عينك الماكسيمم والمينيمم عينك وين؟ عينك عينك وين؟ على الكريتيكال. شو الكريتيكال؟ صفر معناته بس الصفر. وين الصفر؟ هيو شو الصفر يابا؟ مينيمم. اذا عندي المينيمم صفر خلينا نعوضها اف الصفر عوضها بالاف الاصلي بتطلع صفر. اذا الماكسيمم نقول له نل لانه خلص طلعت عيني وين كانت؟ على صفر. هيو مينيمم خلص ما ظل شيء الماكسيمم فيش داعي نرجع للرسمه اصلا. طيب هسه نيجي على المعلومات الثالثه الثالثه ماشي خلينا نفصل معلوماتنا. شايفها صارت عجقة هنا هيك. هذول أول جزء تبع عينك على خويك هذا للأف وعينك على المجال اللي هو إيش؟ تعات المشتقة الأولى. هسا بدي تعات المشتقة الثانية. طيب هاي المشتقة الثانية المشتقة الثانية هون عندي 24 إكس. تبي مات الزلمة تطلع لكم إياها انتوا بتيجوا هسه بالسهل تلعبوا بيها. طبعا فكره من كل يعني لهم هذا النظام تقريبا من 2010 للان هيك بيعطوكوا اياهن. قبل 2010 كان يموتوكم وانتوا تطلعوا بيهن بس مرات بنجنوا. يعني بال 2015 كان نظام ميد فاينل بالفاينل اعطى بس الاف وطلب منك تشتق اولى وثانيه تمام. فبدك تتعلم يعني تحل لك سؤال هيك والله جاء عليه 14 علامه. هذا 2015 موجود عندي يجي سؤال رسم 14 علامة عليه. طيب نجي على هذا بس كان السي يعني يوميتها ما كان في مش مالتبر كله. يلا روح وين مجالك؟ هي المجال برضو هون قبل ما تجاوب عينك على المجال هون. يلا نجي نبحث الإشارة. شايفين هذا الإكس تربيع
مضروب هذا كله اكس تربيع صح موجب، زيد له 32 موجب، اذا فوقاني كله موجب ولا له علاقه بشيء، فوقاني موجب انسى لي خلص. انت شايفه انا مش شايفه، غبيت عيني عنه. نجات تحتاني تكعيب ببحث اللي جواته. لحظه هذا التربيع موجب، لو اس 4 موجب، بس اذا تكعيب لا تيجي تبحث يعني هذا موجب والتكعيب تبحث جواته. اذا صفت هاي الاشاره نبحث هاي الاشاره بكره بالامتحان كل واحد بصير يبحث على كيفه وعلى راسه. والكنت علموا طريقتي والله اسليكم، وحتى طلاب التوجيه علموهم زي هيك. يعني في كثير ناس بصير يساوي الفوق بالصفر واللي تحت بالصفر ويرسم ويعوض ارقام ويسوي الاشي الموجب تجاهله. هذا اللي فوق موجب ارمي، اللي تحت تكعيب ببحث اللي جواته. اذا صفت هاي 4 ناقص اكس تربيع، هاتها هاي 4 ناقص اكس تربيع ساويها بالصفر تعطيك 2 وسالب 2. ليش عملتي مفتوحات؟ شكلي حافظ السؤال، عملتي مفتوحات. يلا هسه نيجي على هاي هاي موجب وهي موجب. شو الاكس تربيع اشارته سالب، هون بده يكون مثله هون عكسه وهون مثله. يلا نعين المجال، المجال هيو بس تشيل 2 وسالب 2 انا اصلا شايلهم. يلا روح. شو يعني المشتق الثاني سالب؟ يعني مقعر للأسفل. شو يعني موجب؟ مقعر للأعلى. شو يعني سالب؟ مقعر للأسفل. راحت. يلا جري اهن ثلاث شغلات بس بسألك على المشتق الثاني. أول شيء بقول لك وين بيكون كونكيف أب، وين بيكون كونكيف داون، وين في إنفلكشن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كونكيف اب وين الموجب؟ هي الموجب من سالب 2 لسالب، من سالب 2 ل 2. حلو. كونكيف داون في عندك هاي من سالب انفينيتي لسالب 2 ومن 2 لانفينيتي. حلو. الانفليكشن لا قديمه، مش تقعد تقولوا لي 2 وسالب 2 هون والله اختلف وهون اختلف. لا 2 وسالب 2 مش معرفات، فمعناته لان ايش؟ لان هون عينك على مين؟ على المجال. راحت الامور. طيب تعال يا رب تعلموا معي الرسم هسه، ركزوا معي، احنا بس هذا اللي راح نرسمه. طبعا انا ما بتوقع يجي سؤال رسم بامتحان المالتيبل، بس خلينا نتعلمه مره واحده بالحياه. يعني مش حلو نطلع من كالكولس 1 واحنا ما بنعرفش نرسم، والله ما هي حلوه. طيب بدنا نرسم هسه. اول اشي خلينا نعمل المحاور. هات لي قلم مشي لون ثاني بس عاد هذا قلم اسود. تمام. طيب هاي المحاور، هذا هيك محور واي وهذا هيك محور اكس. كبرته بس يعني عادي احسن يكون كبير ولا يكون صغير. طيب هاي اكس وهذا محور واي. طيب خلينا هات لي هاي وين راحت هاي 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 الورقه. بقول لك عين الفيرتيكال ولا كل تعاتل هذول، الفيرتيكال والهوريزونتال والاكس واي زد، يعني كل تعاتل المعلومات الاولانيه هذول دعينهم. يلا الفيرتيكال في عندك اكس 2 وفي اكس سالب 2، هذول عمودي. باجي بعمل خط مقطع عند الاثنين وعند السالب 2. يلا هات نعمله الخط مقطع بالازاك. هذا هذول اللي هن ايش؟ خطوط التقارب العمودي. هذا اللي هو اكس تساوي 2 سالب 2 ماشي، وهذا اكس تساوي 2. هاي مقطع كمان، هاي اكس تساوي 2 وهي سالب. هذول هن الفيرتيكال اللي هن خطوط التقارب العمودي، هيك بتعينن واضح؟ خطين عموديات. طيب نيجي على خط التقارب الافقي، واي تساوي سالب واحد. هيها هاي السالب واحد، نيجي بنحط عنده خط افقي. لاحظوا عمودي اكس افقي واي، هاي افقي عند الواي تساوي سالب واحد. تمام حلو.
شو بدك كمان؟ بقول لك عين مقطع اكس ومقطع واي نفس النقطه اللي هي 0 0 هي بعين لك اياها. العينه باللون الاحمر عشان تبين صح. هاي الصفر الصفر ما يبين. شو مبين؟ خلاص خلي. طيب بدي انسالي هذا كله خلصنا. شو بقول لك هون كمان؟ بقول لك عين كمان الماكسيمم والمينيمم فلكشن، يعني هذول كلهم تاعت الهون تاعت اللي هي الاف، وهذول الماكسيمم والمينيمم والانفلكشن بس، وبعدين نوصل بينهم. يلا وين الماكسيمم والمينيمم؟ فيش ماكسيمم، في مينيمم صفر وهي ولا شكله صعب الرسمه. في اوف 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 لا في انفلكشن ولا في ما بس مينيمم، وهي نفس الانتس يعني فيش عندي غير هاي النقطه. يلا هسه الغششي اللي بيعرف اللي بده يرسم تزبطش معه. لا خلينا نشوف لنا طريقه ثانيه. خلينا نبلش نرسم من اليسار. بدنا نبلش نرسم من اليسار. ركزوا معي. لحد السالب 2 شايفينها؟ لحد السالب 2 ها؟ من اليسار ما احنا بنرسم. لعند السالب 2 شو بيكون؟ متناقص. ومقعر للأسفل. طيب. متناقص مستحيل يجي من هون. إذا اجى من هون بيقطع هذا الخط، هو بده يجي على سوا هذا الخط، شوف كيف. إذا يا إما بيجي تحت الخط أو بيجي فوق الخط. إذا كان متزايد بيجي فوق الخط. أما تخيل يجي من فوق الخط ويقطع، ممنوع يقطع هذا، وهذا خط تقارب بيجي قريب منه، فمعناته الرسمة راح تيجي لما تشوف لما تلاقيها متناقص اعرف أنه جاي من تحت. إذا متزايد من فوق عشان ظلها طالعة. هاي شو هاي؟ متناقص، معناته جاي من تحت من هون. أوكي؟ هي بدت ما هو بده يضل ماشي على سواه، ما هذا خط تقارب بده يجي قريب منه محاذي، فيا بتيجي فوقه يا بتيجي تحته. هون ليش نعملها تحته؟ لانه متناقص، لانه بضل نازل. اذا متزايد وين بتيجي؟ فوقه. تخيل اجت من فوق ونزلت بدها تقطع الخط، ممنوع تقطع الخط، هذا خط ممنوع تقطع، بدها تضل ماشي على سواه. اذا هيك هسه شو يعني مقعر للاسفل؟ يعني بده يضل نازل وقايل هيك لحديت ما هيك شايفين وين مفتوح هذا لتحت، وبعدين بيمشي على سواه هذا وبضل ماشي خلاص. إذا بيضل ماشي على سوى الأفقي وبنزل بنزل بنزل متناقص، لحظة كيف نازل ومقعر للأسفل، هي للأسفل وبضل ماشي على سوى هذا. حلو. يلا نيجي هسه من عند السالب 2 للصفر، في هون صفر صح؟ يلا من سالب 2 للصفر شو بيكون؟ متناقص. هون بيجي الصفر، هذا الصفر أوكي؟ من سالب 2 للصفر متناقص ومقعر للأعلى. طيب شوفوا كيف، نيجي هذا الخط. هذا الخط اذا بدك تيجي له من تحت هسه خلص هاي القطعه خلصت منها، بدنا نيجي هون هسه بعد السالب 2 من هون بعد السالب 2 يا بدك ترسم من فوق يا بدك ترسم من تحت. اذا رسمت من فوق شو بيكون؟ متناقص. واذا رسمت من تحت شو بيكون؟ متزايد. هو شو هو متناقص؟ معناته برضه من فوق بيجي شو متناقص. هو شوف يعني بده يجي على سوا هذا الخط، يا بيجي بترسم من فوق او بترسم من تحت. اذا من تحت شو بيكون؟ متزايد. اذا من فوق متناقص. هسه هو من سالب 2 للصفر، يعني هاي من سالب 2 للصفر بيكون متناقص، معناته جاي من فوق. بيضل نازل وبمر بالصفر. هذا ايش؟ لحد الصفر متناقص، هاي متناقص، مقعر لوين؟ للاعلى. لاحظوا اختلف، هو كان متناقص مقعر للاسفل، هو مقعر للاعلى لعند الصفر. طيب هسه نيجي من صفر لاثنين، من صفر لاثنين صار متزايد ومقعر للاعلى. يلا هاي متزايد، يعني من صفر لاثنين متزايد ومقعر للاعلى، بده يضل ماشي على سوا هذا. ها هاي مقعر للاعلى متزايد ومفتوح لوين؟ لفوق. متزايد طالع وين؟ مفتوح للاعلى. يلا هسه بعد اثنين بدي، بعد اثنين متزايد، بعد اثنين متزايد. اذا ما راح يجي من هون، اذا يجي من هون راح يجي متناقص، بده يجي من تحت، بده يجي هيك متزايد مقعر لوين؟ للأسفل. إذا صح هيك بيجي متزايد مقعر الأسفل وبيضل ماشي على سواه. هيك تيجي رسمته هذا الاقتران. طبعا تقدروا تعيدوا الفيديو كذا، بقدر أعطيكم مثال ثاني عليه. خلينا نأخذ آخر مثال يلا منه، نركز برضو على الاشتقاق كمان. يلا هذا آخر مثال راح نأخذه إن شاء الله، وأتمنى تكونوا عرفتوا كيف نرسم الاقترانات النسبية. طيب أول إشي هون معطيني اف، مش معطيني لا اف براين ولا اف دبليو براين، اقول له مش مشكله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء الفيرتيكال اسيمتوت اصفار المقام، هي الفيرتيكال اسيمتوت
لين اكس 2 واكس سالب 2 الهوريزونتال اسيمتوت. خلينا ناخذ الليمت للاف الاكس عند الانفينيتي. هاي تعويض مباشر ترى على فكره، يعني هون فوق 4 وتحت انفينيتي، يعني اي شيء على انفينيتي بتعطيك صفر، هون فيش داعي للبتال اصلا. عدد على انفينيتي بدك تعوض انت الانفينيتي، عدد على انفينيتي صفر، فهاي واي تساوي صفر. اوكي نيجي على مين الواي انترسبت، بتعوض صفر اف الصفر، هاي اف الصفر. طيب فوق شوفي عندي 4 وتحت 0 ناقص 4 سالب 4، اذا بتطلع سالب 1. اذا هاي الواي انترسبت، الواي انترسبت بتكون الواي سالب 1. طبعا الاكس صفر والواي سالب، يعني نقطة خذها نقطة، صفر وسالب واحد هيك، أهم شيء إنه هذا الواي يكون سالب واحد، بس طبعا احنا مين بنعوض اكس صفر بتطلع الواي سالب واحد، هاي النقطة واي انترسبت. نيجي على الاكس انترسبت، الاكس انترسبت مقطع اكس بدك تساوي يعني بدك الواي يكون صفر. شو في عندك فوق؟ أربعة، الأربعة مستحيل تساوي، يعني هذا كله مستحيل يساوي صفر. دائما أي شيء كسري إذا سويت الفوق بالصفر صفر، ساوي تحت بالصفر بيكون does not exist. أنا بدي لفوق، هذا الفوق بيساوي صفر؟ لا. إذا في إكس انترسبت؟ لا، نن ما راح يقطع محور إكس، يعني راح يجي كله يا فوق يا تحت. ماشي. طيب نيجي على هذول، هذول معلومات المشتقة الثانية. قبل ما كل شيء قلنا عينك على المجال، فبعين المجال هاي دومين الاف كل الار ما عدا الموجب والسالب 2، هذول من اصفار المقام. تمام يلا نبلش. معطيني مشتقة اولى؟ لا بده يغلبني الله يسامحه. مشتقة بهمش، هاي اف براين الاكس. هون في رقم نقدر نقول سالب مشتقة المقام عن مقام تربيعي، سهلة هاي، سالب الاثنين اكس بس اضربها باربعة بصير سالب 8 اكس، سالب مشتقة المقام عن مقام التربيع. تمام والله جاهزة وحلوة. طيب بدنا الكريتيكال، الكريتيكال ماشي. بتاخذ اصفار البسط اللي هي صفر، اصفار المقام موجب سالب 2 ما باخذهن لان مش بالمجال، اذا بس الصفر اللي فوق. طيب القصص الثانية اللي هي الانكريزنج والديكريزنج والماكسيمم والمينيمم، هذول على الإشارة. هات لي إشارتك يابا، هاي الاف برايم. طيب نيجي في إشي موجب، هذا اللي تحت التربيع، شايفين التربيع هذا كله موجب، انساك منه تربيع، لو انه تكعيب ببحثه، بس التربيع موجب. اللي فوق سوي بالصفر بيعطيك صفر. طيب شو شرط الاكس؟ سالب على اليمين مثله، على اليسار عكسه. تمام عين المجال، 2 وسالب 2 بدي احط عندي الدوائر مفتوحه، هاي 2 وهي سالب 2. تمام بصير عندك هون متزايد متزايد متناقص متناقص، حلو كثير. هات شوفي عندك متزايد، اي متزايد شايفه من سالب انفينيتي لسالب 2 مفتوحه، ومن سالب 2 للصفر للصفر مغلق داخل، هذول بس مش داخلات. ديكريزنج هيو من صفر لاثنين ومن اثنين للانفينيت، راحت. ماكسيموم مينيموم وين عينك؟ على الكريتيكال الصفر بس. شو الصفر هون؟ فوق جاي ماكسيموم، اذا عند الماكسيموم اف الصفر اللي هي قديش طلعت عندنا هون؟ سالب واحد، حلو. المينيموم ما فيش نن راح نقول له، ليش؟ لانه فيش غير كريتيكال وحده وطلعت ماكسيموم. طيب نروح على المشتقة الثانية، شو قال عبد اللطيف؟ عبد اللطيف بيقول لما يلاقي تحت التربيع أي قوس بيقول لك ارفعه لفوق، بتكون الضرب أحسن من قسمة. في ناس بتخالفه مش غلط ترى فكرة صح، بس اللي بده يعملها إنه قسمة بده يطلع عامل مشترك ويختصر مع تحت بيطلع نفس الجواب، بس أنا بفضل لو استطلع عامل مشترك ارفع لفوق. طيب في عندي هون سالب 8 إكس، هاي اللي هون هاي ارفعها بتصير كل القوس السالب 2. ماشي عملت لك اللي ببالك. طيب شو بعدين؟ بعدين هيك تيجي ضرب. طيب شو بصير؟ بصير عندك الاول اللي هو هذا
في مشتقة الثاني. هذا شو مشتقته؟ سالب مشتقة القوس بجيبه بنقص واحد ضرب مشتقة مداخل القوس اللي 2x. هذا كله. يلا هيك عملنا الأول في مشتقة الثاني. هسه زائد الثاني في مشتقة الأول سالب 8. حلو خلاص هيك. لا بدي أنزل الأس السالب يعني هون هذا مش عاجبني وضعه ولا هذا بدي نزلهن لتحت. طيب نزل سوي بدك اياه. هذا شو اكس تربيع ناقص 4 الكل تكعيب. حلو بعد ما نزلته اختفى. مين ضل عندك فوق؟ خلينا نضرب الارقام. 2 بسالب 2 سالب 4 سالب 8 32 موجب بيصير لنا. والاكسات اكس باكس هي اكس تربيع. في شيء غير هيك؟ لا ما في. خلص هاي طارت وضربناهن ببعض. هاي 2x يعني بصير هون سالب 4x في سالب 8x بتصير 32x. حلو ما في غير هيك. حلو بنروح على هاي. هاي نزلها لتحت اللي x تربيع ناقص 4 الكل تربيع. مين عندك فوق؟ سالب 8. شو بيعملوا الناس لما يجمعوا كسور؟ جيب طالب صف رابع او بثالث بيقول لك بوحده المقامات. طيب هذا شو اس 3؟ كيف اخلي هذا اس 3؟ اضربه بوحده منه يعني اضربه بوحدة زيه دي مثلا اكس تربيع ناقص 4 هاي كلها اس 1. هذا ما تضربه بيجمعوا الاسس بصير اس 3. مش هاي نفس هاي؟ لما يكون نفس الاساس بصير اس 3 بصير زي هذا. بس تضربه فوق وتحت طبعا. يلا يا الله صار عندي تحت اكس تربيع ناقص 4 اس 3 هي وهي اس 3 وحدنا المقام فبنحطه. بدنا نجمع البسط مع البسط. هون 32 اكس تربيع وسالب 8 قديش؟ 24. 24 اكس تربيع زائد 32. حلو كثير كثير يعطيك العافيه. شو بدك هسه مني؟ هسه بدي منك تبحث لي اشاره المشتقه الثانيه. ماشي عيني وراس. في اشي موجب؟ هسه هون هذا اللي عليه تربيع شو كله بيكون موجب. بحثنا بس اللي فوق يعني. هون اللي فوق اكس تربيع وزدنا له عدد هذا موجب. شوف التربيع اذا اجى لحاله موجب، اذا اجى زائد عدد موجب، اما اذا اجى ناقص تبحث اللي هو فرق مربعين زي هذا مثلا. هون هذا الفوق موجب وهذا تكعيب. هذا لو انه زائد بيكون موجب، لو انه لحاله هيك تربيع موجب، بس لما فرق مربعين لا بنبحث. هات لي اياه وابحث لي اياه اذا سمحت. هاي المشتقة الثانية هات لك يا شو ساويه بالصفر بيعطيك هذا اللي فوق قلنا موجب موجب. هاي سالب 2 و2 بدي اعملهن مفتوحات. ليش؟ لان اصلا مش بالدومين. هاي سالب 2 و2 طيب وشو شرط الاكس تربيع؟ موجب. فبيكون على اليمين مثله هون عكسه هون. يلا شو بيكون عندك؟ بيكون هون عندك اب داون وهون اب. اعطيني معلوماتك. نقول له اول اشي عندي الكونكيف اب هيو من سالب انفينيتي لسالب 2 ومن 2 لانفينيتي. طيب الكونكيف داون هيو من سالب 2 ل 2. طيب الانفليكشن هن هذول هاي تغير التقاعد عنده وهاي تغير بس التنتين مش معرفات فلذلك لا نن راح نقول كمان ما فيش ريفلكشن. طيب لو في منعينها احنا اصلا نجي على الرسمه. اول شغله بدك تعين الاكس والواي انترسبت والهذول والفيرتيكال والهورزنتال انترسبت كل شيء ماشي ولا يهمك هسه بعين لك كل شيء. اول شيء عين لي هذول اكس 2 واكس سالب 2. هاي اكس 2 هاي 1 مثلا وهاي 2 وهاي سالب 2. بعمل عندهم خط عمودي. هاي 2 هاي اللي هي مين؟ هاي اكس تساوي 2 اللي هي الفيرتيكال اسمتوت خط تقارب العمودي وهاي سالب 2 كمان خط تقارب عمودي.
الهوريزونتال واي تساوي صفر، هاي واي تساوي صفر اللي هو نفسه هذا الخط يعني، نعمله مقطع مهمش مقطع، خلينا عملية تقطيع صغيرة فوقي عشان تبين معي، يعني هو نفسه خط الاكس اكسس وقال لي واي صفر صح؟ هذا شو معادلته؟ واي تساوي صفر هو نفسه الاكس اكسس يعني، تمام؟ اوكي شو بدك كمان؟ بقول لي عين الانترسبت في صفر وسالب واحد، وينها؟ صفر وسالب واحد تحت تيجي هاي، هاي صفر وسالب واحد ابشر. طيب هاي خلينا نعينها بالاحمر عشان تبين، تمام. الاحمر مش عارف ماله اليوم ببينش. طيب في عندك ماكسيمم مينيمم، الماكسيمم هي نفسها هاي وما فيش انفلكشن ما فيش مينيمم، خلاص تمام. يلا خلينا نبلش، يلا قولوا يلا. اول اشي بفكر فيه ببلش من اليسار لليمين، في عندي هون سالب اثنين وفي عندي هون صفر وفي عندي هون اثنين، تمام حلو كثير. خلينا نمشي من هون لهون، اول شيء من لحديت السالبتين، سالبتين هاي سالبتين تمام، بيكون متزايد. اهم شيء عندي التزايد، متزايد معناته راح يجي فوق، ليش؟ لانه اذا جت تحت بيكون متناقص، هو بده يجي فوق فهو متزايد، وعشان يجي على سوا هذا راح يجي مقاعد للاعلى، هي مقاعد للاعلى، متزايد مقاعد للاعلى بيجي على سوا هذا على سوا هذا، حلو. طيب هسه في عندي هذا الخط، يا بدي اجي من فوق يا بدي اجي من تحت، اذا بدي اجي من فوق شو بيكون؟ متناقص، اذا بدي اجي من تحت متزايد. هذا شو هون اللي هي بين السالب 2 والصفر، متزايد معناته ما راح اجي من فوق، لان من فوق شو بيكون؟ متناقص، باجي من تحت بظل طالع لعند هاي النقطة، لأن لازم نمر بهاي النقطة. طبعا إذا في ماكسيمم مينيمم كذا بدك ترسم، في رسمات كثير أصعب من هيك. طيب هسا بين الصفر والاثنين، وين الصفر والاثنين؟ صفر واثنين متناقص، تمام، فبعمله متناقص وأكيد راح يكون مقاعد للأسفل، هيك راح يجي بظل ماشي على سواها، حلو 100 100. آخر قطعة اللي بتيجي بعد اثنين، إذا متناقص من فوق بدها تيجي، إذا متزايد من تحت عشان تظل طالعة. يلا بعد اثنين خلينا نشوف، متناقص معناته هيك تيجي، وتقعر للاعلى هاي للاعلى، هيك الرسمه خلصت. اخذنا فكره عن الرسم، يعطيكم العافيه ان شاء الله. بضل علينا المحاضره الجاي راح ناخذ اخر شيء بشابتر 4، وشكرا لكم لمتابعتكم.